أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية الاستثمار في المواطن كحجر أساس ننطلق منه نحو تحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات. ونوه سموه بأهمية ترسيخ ثقافة التميز في الأداء واستمراريته باعتباره نهجا مهما في تنفيذ جميع السياسات والاستراتيجيات وأساسا للتطوير المستمر، وهو ما رأيناه كمثال حي فيما حققته مدرسة آمنة بنت وهب من تميز للمرة الثالثة على التوالي في نتائج مراجعات جودة التعليم والتدريب. وأشار سموه إلى أن المبادرات التطويرية التي شهدها قطاع التعليم انعكاسا للرؤى التطويرية لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أكدت على الجهود المخلصة في تنفيذ كافة المبادرات المتصلة بهذا القطاع كحلقة محورية من حلقات التطوير والإصلاح الشامل ورفع أدائه بما يضمن مواصلة السعي نحو التميز لتوفير الفرص التعليمية ذات جودة عالية أمام كافة أبناء البحرين. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله صباح اليوم يرافقه سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتعليم والتدريب بزيارة مدرسة آمنة بنت وهب الابتدائية للبنات بحضور سعادة السيد ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمناسبة فوز المدرسة بجائزة جودة التعليم المقدمة في الملتقى الحكومي 2016 لحصولها على تقدير ممتاز في نتائج مراجعات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب لثلاث دورات متتالية. وأضاف سموه أن التعليم ومؤسساته الرائدة في مملكة البحرين كان لها الدور الكبير في إثراء الحياة الاقتصادية والثقافية والعلمية بكوادر متميزة أسهمت بدور فعال في بناء نهضة الوطن واستطاعت أن تخلق صورة مشرفة للأجيال وقيما حقيقية تدفع دائما نحو العمل والإنجاز، مؤكدا على أهمية تعزيز ثقافة القراءة والتشجيع عليها، حثا أولياء الأمور على تعزيز حب القراءة والاطلاع لدى أبنائهم باعتبارها جانبا أساسيا في الإثراء المعرفي. هذا وعرب سموه عن اعتزازه وتقديره لكافة الجهود التي بذلتها الهيئة الإدارية والتعليمية بمدرسة آمنة بنت وهب لتحقيق هذا المستوى والحفاظ عليه، وهو ما جسد حسن الإدارة والعمل المتواصل نحو تعزيز دور المدرسة كمنظومة تربوية متكاملة الأركان، مبديا سموه سروره بمشاركة مدرسة آمنة بنت وهب الابتدائية فرحة هذا الإنجاز التربوي المتميز. زيارة سمو ولي العهد لنا اليوم مثلت لنا فرحة، مثلت لنا بحد ذات إنجاز يضاف إلى إنجاز آمنة بتوهب، مثلت لنا كواحدة من منتسبات وزارة التربية والتعليم حافز ودافع أن احنا نقدم المزيد ونستمر على هذا العطاء. يعني اليوم زيارته لنا مثلت لنا يعني أكبر دليل على أن القيادة الرشيدة في هذا البلد يعني تعطي من وقتها وتعطي من جهدها أنها تدعم العملية التربوية وتدفع بها إلى الأمام. اليوم الزيارة هذه أضافت لنا عبء المسؤولية أن احنا نستمر على هذا العطاء لسنوات قادمة إن شاء الله، ونتمنى من كل المدارس تحذو حذونا، ويعني وهم أصلا في هذه الطريق ماشينا، وإن شاء الله مثل ما قلنا احنا في الملتقى الحكومي 2016 كانت في مدرسة واحدة مكرمة لثلاث مرات، ولكن نأمل أن في الملتقى الحكومي 2017 راح تكون أكثر من مدرسة موجودة، لأن ما شاء الله مشاريع التحسين مأخذة مجراها في وزارة التربية والتعليم، وراح
طبعا احنا مستمرين على شعار اللي دشنا سمو ولي العهد في الملتقى الحكومي 2016، وهو حب التحدي وعشق الانجاز. مفتخره كوني معلمه من معلمات آمنة. اليوم زادني فخر زياره سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد. كلنا فخر بان نحصل دعم داخلي وخارجي للمدرسة، سواء كان لمعلمات أو لطالبات مدرسة آمنة. وشكرا للزيارة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع. في الدرس الماضي درسنا عن ولي العهد، وأنا اليوم متفاجئة وسعيدة بوجوده في المدرسة ويانا.